قطعك تروح لفوز الثاني، تنقطع تروح لليرة لهاش سرور طويلة، قطع سلطان تروح لليرة، ليرة براوغ يصلح لماجد، ماجد ماشي وشوط ماجد في الجول، وشوط ماجد في الجول، وسجل ماجد بعد 34 دقيقة من الشوط الثاني الهدف النصراوي الأول. يسجل ماجد شوطة حلوة من ماجد عبد الله، نشوف كيف الكرة دي. شايفين ماجد بيفوت من الدفاع، براوغ ماجد بيمر وبعدين حط رجوله الشمال القوية وبراوغ.